هل أترك المحاضرة لأدرك الجماعة الأولى في الصلاة؟ ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. معك فسحة في إتمام المحاضرة وبعد ذلك تدرك الصلاة التي مع جماعة ولو مع إخوانك. تركت محاضرة يمكن الاستغناء عنها، فهذا يتأكد لك أن تذهب، يعني يسوغ لك أن تذهب للصلاة. يعني إن كانت محاضرة صعبة ويصعب عليك استدراكها فلك ما ذكر، والله أعلم.